شباب القبائل ملك الجزاء الشعبي. كيفاش تعلق على اللقاء دونك يكون تحكيم كيما هذايا دونك يا نمار بوغ لا اولتيام فوا شغل نشاهدوا في التحكيم هكذا عيناني سي فولو ما قدرناش حنا شغل نهضروا باسكو باش البطوله تاعنا نقيه باش ما يضحكوش علينا الجناس ما يلحقنا الوضع من الحكام هذوما شغل سامحوني شغل انكرويابل مي فري يشوف فيها عيناني في يدو جبتها له قبل في الواتساب على بالكم واش قال لي قال لي البالون هو اللي طلع له يدو شغل تحير كاع مع من تهضر شغل لحقنا لواحد الظرف وين ما تقدرش تلعب كرة القدم كيما هذه انا مانيش شغل باش نحي الخسارة تاع اليوم الله غالب انهزمنا مع فريق بارادو اللي ما دخلناش في اللقاء في الشوط الاول لكن نقولها ونعاودها لو كان الحاكم عطانا حقنا وعطاناه ضربة جزاء شرعية كان بالك اللقاء ما يكونش بالنتيجة هذا كان بالك كنا نتعادلوا ولا كنا نفوزوا ولا اشاك فوا سي كوم سا في لعبنا في السياسي الناس كاع شهدت ضربة جزاء شرعية ما عطاها الناس لعبنا مع الشلف ضربة جزاء شرعية لعبنا مع الشلغوم العيد ثلاثي التحكيم جا شغل ما تفهمش جا شغل انكرويابل مستهدفة جياسكا؟ نعم نقدر نقولها اليوم مستهدفة من وشكون ما على باليش ربي عالم وكيلهم ربي صح في فريق شبيبة القبائل فريق كبير والله ما يحبط والله ما يموت هذا ما كان والتحكيم هذايا نطلب من مسؤولين اللي رام على مستوى الرياضه الوطنيه نطلب من الوزير نطلب من المسؤولين الكبار هذوما على الرياضه باش الفوتبول الارجيريا يولي نقي تحكيم كيما هذا نظن باللي سي فوليو خلاص هذا ما كان.